نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من القاهرة معي هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد هاني. سفير مصر في أثيوبيا قال اليوم بأنه منذ وصول السيسي للسلطة هناك ثقة متبادلة بين مصر وأثيوبيا. هل هو مترجم كان في هذه القمة؟ في الحقيقة يعني التقرير أشار إلى تقدم طفيف، وهذا التقدم الطفيف في الحقيقة أيضا غير واضح المعالم، لأنه تم ترحيل النقاط الخلافية إلى لجنة سوف تنظر في الأمر لتصل إلى حلول خلال شهر لاستئناف مفاوضات اللجنة الفنية. بمعنى أن القمة السياسية، القمة الثلاثية وهي أعلى مستوى سياسي ممكن، لم تحسم النقاط الخلافية، وأن الطرفين الأثيوبي والسوداني تحفظا على مقترح البنك الدولي أو رفضاه بمعنى أدق، ولم يقدما مقترحات أو آراء أخرى. فبالتالي الأزمة ما زالت تراوح مكانها، وتكوين هذه اللجنة هو مخرج للحفاظ على يعني فكرة الحوار ألا ينقطع، وأن تطوير العلاقات الثنائية والتهدئة بين الدول الثلاث، ومن ثم تكون ذلك حاضنة إيجابية لمحاولة البحث عن حلول. لكن السلوك الأثيوبي طوال السنوات الماضية يوضح أن هذه المحاولات لن تكون مجدية، وخاصة أن هناك تعنت أثيوبي واضح واستراتيجية تقوم على المراوغة وتضييع الوقت لتحقيق الهدف الأثيوبي، وهو تحويل السد إلى أمر واقع دون أن يكون هناك أي التزام أثيوبي، أي التزام قانوني على عاتق الطرف الأثيوبي. هل نتوقع أي التزام، يعني بنود تلزم الطرف الأثيوبي، واقتراح مصر موضوع إدخال خبراء للبنك الدولي كمحكمين، أن يكونوا محكمين محايدين، إلى أي درجة ممكن أن يكون فاصلا فعلا في هذه المسألة؟ وبالمقابل ما الذي يمكن أن يلزم أثيوبيا؟ في الحقيقة مصر يعني قدمت الكثير من المرونة، وقدمت روح التعاون، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه لمنصبه في زيارة لأثيوبيا أن مصر قد اختارت طريق التعاون واقتسام المصالح والتشارك في التنمية، ولكن هذا الطريق كما هو معروف يحتاج إلى شركاء. يعني هو طريق باتجاهية مش باتجاه واحد، يعني يجب الأطراف أن يتقابلوا في المنتصف وأن تكون هناك إرادة مشتركة للتعاون. الطرف المصري أثبت حرصه طوال السنوات الماضية، وقدم تنازلات كثيرة، وأبدى مرونة في الكثير من الإجراءات والنقاط الخلافية، ولكن الطرف الأثيوبي دائما يتصلب ويتعنت، لأنه كما ذكرت لديه استراتيجية تفاوضية واضحة المعالم منذ البداية، وهو أنه لا يريد أي التزام من أي نوع، ويزعم أن المياه ملك خاص لأثيوبيا وأن هذه مواردها وتتصرف فيها كما تشاء، في الوقت نفسه اللي بيعلن تصريحات إعلامية أنه لن يلحق ضرر بمصر وأن السد غير مضر لمصر. وطبعا هذا كلام غير مقبول، لأنه غير دقيق وغير صحيح. والدراسات كان من المفروض أن تثبت هل هناك ضرر أو ليس هناك، ما هو حجم هذا الضرر، وأثيوبيا تراوغ وتراوغ وتراوغ لعدم إكمال هذا المسار. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.